الطريقة شيء، الطريقة كالتالي، أنه اجلس 7 دقائق. في الغالب بعد 7 دقائق الذي يحدث أنك تنسجم مع المادة وتنسى نفسك ساعتين وتكون عديت يعني فصل أو فصلين. هذه طريقة من الطرق اللي أنا دائما أدعو الشباب لها، الطلاب المسلمين، أقول له حتى وانت اغصب نفسك 7 دقائق، بعد 7 دقائق خذ لك بريك، ريح وارجع مرة ثانية، أخذ لك دقيقتين وارجع مرة ثانية. هذا يساعد أنه يدخل وينسجم، يدخل في المادة. الإشكالية الثانية اللي تواجهه أنه أيام الاختبارات العقل دائما يبحث عن الخيار الأسهل. يعني مثلا البنات في البيت، خلنا الأولاد، البنات في البيت في الأيام العادية مخيرة بين تتابع وسائل التواصل الاجتماعي أو ترتب غرفتها، فترتيب الغرفة مؤلم بين وسائل التواصل ممتع، فهي تروح للتواصل. أيام الاختبارات يمنع التواصل، ومرات ما يمنع موجود، لكن عندها إما تذاكر أو تفعل شيء آخر. لما تروح للسناب مثلا، السناب تشعر بالألم أنه أنا ما هي قاعدة ذاكر، قاعدة ألعب. لكن لما ترتب البيت، ترتب غرفتها، هي قاعدة تقدم شيء له قيمة، ترتب غرفة الجيران ما مشكلة، يطبخوا ينظفوا البيت. فالعاقل يختار الاختيار السهل اللي ما في ألم. دائما تلقى الشباب يوصل أهله للمشاوير، يروح يصلي بدري. أنا أذكر واحد يقول لي تصدق أستاذ النازل الساعة 9 صلاة الجمعة. طيب في الأيام العادية؟ قال لا والله أنه بعد إيش الفكرة؟ العقل دائما يختار خيار. انت هذه حيلة عقلية، حيلة أو حيلة نفسية. انتبه للحيلة النفسية، ركز على الهدف، حدد هدفك انك تبغى تذاكر وخلاص، واجزم انه انا ابغى اذاكر. واذا دخلت في المادة لا تتخيل، اذا انت ما انت متعود تذاكر فترة طويلة، انك راح تنسجم بسرعة. درب نفسك 7 دقائق ثم توقف، ثم 7 دقائق. واحدة من يعني الانغماسات يصير عندك امتداد ممكن 3 ساعات متواصلة. هذا أسلوب من الأساليب الجيد. بالنسبة للبيت، الفكرة أنه يهيئ للولد مكان هادئ للمذاكرة، يوفر فيه كل الأشياء اللي يحتاجها، وقد ما يقدروا يحاولوا يسحبوا منه المشتتات. طبعا أنا ما أنصح الواحد يذاكر وعنده جوال. ليه؟ لأنه تيت بس أبغى أشوف الواتساب، ما يدري لساعتين راحت. فأبعد المشتتات عنك كلها. إذا كنت ذاكر مادة زي الفيزياء، رياضيات، هندسة، تحتاج آلة حاسبة، الآلة الحاسبة تكون موجودة، ما تروح تجيبها، لأنه لا راح يجيبها. والله هذا البرنامج كلمة راس، ويجلس مو على كلمة راس، يجلس على كل البرامج اللي بعده. صحيح. نوع من الهروب من الألم اللي هو يشعر فيه بالمذاكرة. جميل.